4.5 مليون موظف ينوء العراق بحملهم ويعجز عن توفير رواتبهم، ويخصص لهم معظم عوائد النفط فيعجز عن إصلاح البنى التحتية للبلاد، كما يعجز عن تحويلهم إلى موظفين منتجين بسبب ترهل أعدادهم قياسا بحجم المؤسسات ونوعها في القطاع الحكومي. التضخم والترهل الوظيفي هو الأكبر في تاريخ العراق الحديث بحسب ما يصنفه مسؤولون حكوميون، إذ بلغت مخصصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي نحو 60 مليار دولار، أي نحو 60% من مجمل موازنة العام الحالي. بالتأكيد اليوم الدولة الحكومة تواجه يعني مشكلة كبيرة في تأمين متطلبات رواتب موظفي الدولة نتيجة زيادة عدد هؤلاء الموظفين. هي الحقيقة لا تكمن في مقدار الراتب للموظف الواحد، إنما تكمن في عدد الموظفين الكبير في الدولة العراقية. الإحصاءات الرسمية تقول إن عدد الموظفين قبل عام 2003 كان يقدر بنحو 850 ألف موظف، بينما تقدر أعدادهم اليوم بنحو 4.5 مليون موظف. هذا التضخم العددي يرتبط بعلاقة عكسية مع إنتاجية الموظف الحكومي المنخفضة، قدرتها بعض المنظمات الدولية بعشر دقائق عمل يوميا من أصل 8 ساعات للموظف العراقي. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن وجود وزارات ومؤسسات غير منتجة تتسلم رواتب ومخصصات تقدر بمليارات الدنانير شهريا من دون أي إنتاج لدعم الاقتصاد المحلي هو عامل آخر يفتك بالمال العام ويوسع دائرة العجز الحكومي أمام ترهل وظيفي سيؤدي حتما إلى زيادة الموازنات التشغيلية على حساب الموازنات الاستثمارية، وبالتالي تقصير في تقديم الخدمات وبناء المنشآت الخدمية، كما ينتج عنه خلل في البنى الإدارية للمؤسسات الحكومية بسبب الروتين الذي سيؤدي بدوره إلى الكسل واللامبالاة والتأجيل في أداء المهام الموكلة إلى الموظف. ويطرح الخبراء جملة من الحلول لمعالجة الترهل الوظيفي، من ضمنها دعم القطاع الخاص وشمول موظفي وعمال مؤسساته وشركاته بالتقاعد والضمان الاجتماعي أسوة بموظفي القطاع العام، ما سيسهم في تنشيط قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار في السوق العراقية، وبالتالي الإسهام أيضا في تشغيل الأيدي العاملة.